صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 46 لسنة 2023 بتعيين عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وذلك بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه يعين الدكتور محمد بن مبارك جمعة عضوا في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة المجلس الحالي.